يعني في خبر عاجل ورسالة تلقيتها من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تحديدا نص الرسالة الكابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين عرض حالته اليوم وعلى رئيس النادي مرتضى منصور، وسيتم علاجه فورا على نفقة نادي الزمالك. أشرف، فيما يخص حالة أشرف قاسم، بيعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر رسالة نصية تلقتها من خلال تليفوني الخاص أن نادي الزمالك سيتكفل بعلاجه، علاج النجم الكبير الكابتن أشرف قاسم خلال الفترة اللي جاية، تقديرا طبعا لجهوده وتاريخه مع نادي الزمالك، وهو شيء إيجابي جدا جدا يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور. هو ده مرتضى منصور اللي ما بتعديش عليه الحاجات دي، لأن هو إنسان قبل ما يكون رئيس نادي. أنا بقول لك يعني كتر خيره، وهيبقى بجد، مش كلام للشو والمنظرة، أنا بقول لك بجد. لا هو بجد ده قرار، وهو ما بي لا اصل في ناس كتير هتطلع لا يعني صور. برضو علشان الناس اللي هتقعد تراوغ وتقول لك اصل ده الانتخابات لا هو في حاجات كتير. انا قلت لك هو ده فيما يخص العلاج، وفي حاجات كتيره جدا وانا عارفها وحضرتك عارفها، ده بيتميز بيها بيتميز بيها مجلس اداره الزمالك في الفتره الحاليه للامانه يعني. لا بدليل ان مؤمن زكريا لما حصل له الكلام ده هو عرض، وبعد كده النادي الاهلي عرض لما عرف ان هو ده يعني من حقه ان هو يعمل كده، هو ما كانش بيعملها للشو على فكره برضه، واخد بالك؟ فطبعا لما تتعرض عليه موضوع اشرف قاسم اكيد مش هيتردد ولازم دي حاجه كويسه يا اسلام. يعني رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور مش جديد عليه، بيقف مع ابنائه سواء لا قدر الله في ظروف مرض او حد محتاج شغل، بيشغل كل المدربين وكل رؤساء القطاع الناشئين اللي موجوده في كل الاجيال، فدي حاجه كويسه جدا وتحسب نادي الزمالك ومش جديد عليه، وده واجبه، ده واجبه ان هو يعمل مع ابناء نادي الزمالك كده. بس في ناس ما بتعملش. طب كابتن محمود، لا دي حاجه اقل حاجه تتعمل للكابتن اشرف قاسم، لان ادى المنتخب مصر ونادي الزمالك كتير جدا، ورمز من رموز نادي الزمالك، ودي انا بشكر عليها المستشار مرتضى منصور بامانه، لان في الحاجات الانسانيه اللي زي كده هو سباق، ودي حاجه كويسه جدا لاحد ابناء نادي الزمالك المخلصين كابتن اشرف قاسم النجم وكابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر، فاكيد دي حاجه تحترم جدا، واتمنى سرعه السفر ان شاء الله ويتعالج ويرجع لنا بالسلامه. اقول حاجه بس يا اسلام، اتفضل يا كابتن. يعني مرتضى منصور دي مش جديده عليه، لان مرات علاء علي لما توفى فعمل لها معاش وشغلها في النادي، لما جات اللجان دي مشوها وقطعوا المعاش والكلام ده، فاذا ان الراجل ده بيعمل حاجات ديت مش للشو، ده حاجه بينه وبين ربنا، وعشان كده ربنا بيكرمه بس. طيب عندي اخر فقره